في الفيديو الأخير أوجدنا احتمال الحصول بالضبط على 3 وجوه عندما يكون لدينا إلقاء قطعة نقد منتظمة 5 مرات. ماذا سأعمل في هذا الفيديو؟ نريد التفكير في الأمر بطريقة أكثر عمومية قليلاً، وسنبدأ بافتراض عملة منتظمة لدينا لإجراء هذا الافتراض. لكن ما أريد القيام به هو معرفة احتمال الحصول على كي من الوجوه في إن من الرميات. إن من الرميات لقطعة نقد منتظمة كي هيتس إن إن فليبس أوف ذا فير كوين. إذن إلقاء قطعة نقد منتظمة، وبالتالي فإن أول شيء هو أن نفكر فقط كم عدد الاحتمالات الموجودة. حسناً، سيكون هناك إن من الرميات مرة أخرى، إن من الرميات، لذلك فعلياً هذه الرمية الأولى وهذه الرمية الثانية وهذه الرمية الثالثة على طول الطريق إلى الرمية النونية. بما أنها عملية منتظمة، كل من هذه تحتوي على احتمالين متساويا الإمكانية، وبالتالي فإن العدد الإجمالي للاحتمالات سيكون هو 2 ضرب 2 ضرب 2 إلى n من المرات. إذن هذا سيكون مساويا لـ2 للقوة n من الاحتمالات possibilities. إذن 2 للقوة n من الاحتمالات. الآن دعونا نفكر كم العدد من هؤلاء المتساويات الاحتمال. هذه هي كل الاحتمالات المتساوية الإمكانية، هذه عملة منتظمة. دعونا نفكر في كم العدد من هؤلاء الاحتمالات المتساوية الإمكانية تتضمن على كي من الوجوه. إذن تشمل كي من الوجوه، حسناً، مثل ما فعلنا في الحالة حيث لدينا 3 وجوه. إذا فكرنا في 3 وجوه، حسناً، أول واحد من تلك الكي وجوه، أول تلك الكي وجوه، كم عدد الأماكن المختلفة التي يمكن أن تقع ضمنها؟ حسناً، أول هذه الكي وجوه يمكن أن تقع في إن من الأماكن المختلفة، أليس كذلك؟ يمكن أن تكون الرمية الأولى، الرمية الثانية على طول الطريق إلى الرمية النونية، ثم الثانية من تلك الكي وجوه. نحن لا نعرف بالضبط كم تكون هذه الكي، سيكون لدينا إن ناقص واحد من الاحتمالات، إن ناقص واحد من الاحتمالات، ومن ثم الثالثة من تلك الكي وجوه، إن ناقص 2 من الاحتمالات. إذن 2 من هذه الأماكن ملئت أو شغلت بالفعل، وسوف نفعل ذلك حتى نحسبها أساسا لجميع الكي وجوه. لذلك هذا سيتراجع كل الطريق. سوف نضرب عدد من الأشياء، إذن سوف نضرب عدد من الأشياء، والضرب لدينا سيكون كي واحد لكل تلك الكي وجوه. إذن هذا 1 2 3، ومن ثم ستذهب على طول الطريق إلى إن ناقص كي ناقص 1، حيث يمكنك تجريب هذا في حالة الخمسة عندما إن تكون 5 وكي تكون مساوية لـ3. هذا يؤدي إلى 5 ضرب 4، 5 ضرب 4 ضرب، في الواقع يجب علينا الذهاب فقط إلى هنا، ضرب 3. هذه هي الحدود المطلوبة تماما هنا، لذلك أنا أعمل حالة أطول قليلا حيث كي هو عدد أكبر قليلا، لأن هذا تماما هنا يساوي 5 ناقص 2. إذن هذا هو 1 تماما. فقط حتى لا تختلط الأمور عليكم، دعوني أكتبه هكذا، حيث سيكون لديك إن من المواقع لهذا الوجه الأول، إن ناقص 1 من المواقع للوجه الثاني، ومن ثم يمكنك الاستمرار، وسيكون لديك إجمالي هذه الكي من الأشياء التي ستضربها، وآخر واحد سيكون لديه إن ناقص كي ناقص 1، إن ناقص كي ناقص 1 من الاحتمالات.
والآن أتمنى أن هذا أفضل قليلا، حيث كان لدينا 5 رميات وثلاث وجوه، لأن هناك يوجد 5 احتمالات للوجه الأول، ثم 4 احتمالات للوجه الثاني، ومن ثم إن هي 5، إذا 5 ناقص 2 تساوي 3 احتمالات للوجه الأخير، لذلك هذا يعمل فعلا، هذا يمثل عدد المواقع أو عدد الطرق التي يمكننا وضعها، أي يمكننا أن نلصق هؤلاء الوجوه في تلك المواقع، أو يمكننا أن نضع 3 وجوه في 5 أماكن مختلفة ممكنة. الآن تماما مثل الفيديو الماضي، لا نريد الاعتماد على الأشياء لأننا لا نهتم بالترتيب، لا نريد أن نفرق ترتيب واحد من الوجوه. سوف أستخدم فقط هذه الحروف للتفريق بين الوجوه المختلفة، لا نريد أن نفرق هذا من هذا من هذا، الوجه A الوجه B أو أي ترتيب آخر من هذا، لذا ما نحتاج القيام به هو أننا بحاجة إلى تقسيم هذه الأرقام بحيث لا نحسب كل هذه الترتيبات المختلفة، نحن بحاجة إلى تقسيم هذه على الطرق المختلفة التي يمكننا ترتيب كي من الأشياء بها. إذا كان لديك كي من الأشياء كما تعلم، شيء واحد، شيئين، كل الطريق حتى كي من الأشياء، كم عدد الطرق التي تمكنك من ترتيب ذلك؟ حسنا، الشيء الأول يمكن أن يكون في كي من المواقع المختلفة، كي من المواقع المختلفة، أو ربما سأفعل ذلك هكذا، ربما سأفعل ذلك الشيء واحد، سأضع تي واحد للشيء واحد، الشيء اثنين، الشيء ثلاثة، كل الطريق إلى الشيء كي. كم عدد الطرق المختلفة التي تمكنك من ترتيبها؟ حسنا، الشيء واحد يمكن أن يكون في كي من المواقع، ثم الشيء اثنين سوف يكون في كي ناقص واحد من المواقع، ومن ثم على طول الطريق وصولا إلى آخر واحد سيكون لديه فقط موقع واحد، ولذلك فإن هذا سيكون كي ضرب كي ناقص واحد، إذا ضرب كي ناقص اثنين على طول الطريق وصولا إلى واحد. وعلى سبيل المثال، حيث كان لدينا 3 وجوه في 5 رميات، كانت 3 ضرب 2 على طول الطريق وصولا إلى واحد. هل هناك طريقة أسهل لتمكنك من كتابة هذا؟ حسنا، هذا التعبير تماما هنا، هذا التعبير تماما هنا، وهذا هو نفس الشيء مثل مضروب كي، وإذا لم تكن قد سمعت ما هو مضروب، إنها بالضبط هذا الشيء تماما هنا، مضروب كي يعني حرفيا كي ضرب كي ناقص واحد ضرب كي ناقص اثنين كل الطريق وصولا إلى واحد. على سبيل المثال، مضروب اثنين يساوي اثنين ضرب واحد، مضروب ثلاثة يساوي ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد، مضروب 4 يساوي 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. إذا من خلال المضروب أنت تحصل على عدد كبير جدا جدا بشكل سريع جدا. على أي حال، المقام تماما هنا، يمكن إعادة كتابته كمضروب كي، إذا هنا تماما نعيد كتابته على أنه مضروب كي، وهناك طريقة لنعيد كتابة هذا البسط بالاعتماد على المضروب. إذا كتبنا مضروب إن، اسمحوا لي أن أرى كيف يمكن أن نكتب هذا. إذا أردنا أن نكتب مضروب إن، دعوني أحصل على تجريب حقيقي، إذا مضروب إن سيكون مساويا ل إن ضرب إن ناقص واحد ضرب إن ناقص اثنين كل الطريق وصولا إلى واحد، وهذا النوع الذي نريده. إذا نحن فقط نريد عبارة كي الأولى له، عبارة كي الأولى لهذا. ماذا إذا قسمنا هذا على مضروب إن ناقص كي؟ مضروب إن ناقص كي، إذا مضروب إن ناقص كي، لذلك دعونا نفكر فيما الذي ننوي القيام به. إذا كان لدينا مضروب إن ناقص كي، يجب أن أقوم بقليل من التلاعب الجبري هنا. تماما هنا، هذا هو نفس الشيء مثل إن ناقص كي، إن ناقص كي ضرب إن ناقص كي ناقص واحد ناقص واحد ضرب
إن ناقص كي ناقص 2، إن ناقص كي ناقص 2 كل الطريق وصولا إلى 1. عندما تقسم هذا إلى 1 سيلغي بعضه البعض، ويمكنك حساب ذلك رياضيا. كل شيء سوف يلغى هنا، كل شيء من إن ضرب إن ناقص 1 ضرب إن ناقص كي ناقص 1، لأنه إذا قمت بتوسيع هذا، إذا قمت بتوزيع هذا العدد السالب، هذا هو نفس الشيء مثل n ناقص k زائد 1. إذن n ناقص k زائد 1 هو عدد صحيح، وإنه 1 أكبر من هذا تماما هنا. لذلك إذا قمت بتقسيمه هذا من شأنه أن يلغى مع هذا، هذا سيلغي شيئا من هذا، وسيتبقى لدينا فقط هو بالضبط هذا الشيء تماما هنا. يمكننا أن نحاول ذلك بالفعل. دعونا نفكر بمضروب 5. إذن مضروب 5، مضروب 5 تقسيم مضروب 5 ناقص 3. إذن تقسيم مضروب 5 ناقص 3، وهذا سيكون 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1. لذلك كل تلك الأشياء عن المضروب تكون كل الطريق إلى 1. تقسيم 5 ناقص 3 تساوي 2، إذن تقسيم مضروب 2 وهو 2 ضرب 1، حيث 2 يلغى مع 2، كذلك 1 يلغى مع 1، وبقي لديك فقط 5 ضرب 4 ضرب 3، بالضبط ما كنا نقوله هنا، 5 ضرب 4 ضرب 3. إذن هذا بشكل عام. إذا أردت معرفة عدد الطرق لوضع شيئين اثنين في 5 مواضع، وكنت لا تهتم للتفريق بين هذين الشيئين، فإنه سيكون أمامك أن تستخدم هذا التعبير تماما هنا، وهو نفس الشيء مثل هذا هنا. إذن سيكون لديك مضروب N تقسيم مضروب N ناقص K، ثم ستقسمه على هذا التعبير هنا والذي قلنا عنه حقا، نفس الشيء مثل مضروب k. إذا ستقسم أيضا على مضروب k. إذا سيكون لديك طريقة عامة لحساب عدد الطرق المستخدمة لوضع شيئين اثنين، أو عدد الطرق لوضع k من الأشياء في n من المواقع المختلفة، مثلا k وجوه في n من الرميات المختلفة. وهناك طريقة أخرى للكتابة، هذه في الواقع صيغة معممة لمعاملات ذات الحدين. إذا طريقة أخرى لكتابة هذا هي عدد الطرق المعطاة نظرا لأن لديك n من المواقع. إذا يمكنك وضع k من الأشياء فيهم دون الحاجة لتمييزه. أو طريقة أخرى للتفكير في الأمر هي إذا كان لديك n من المواقع أو n من الرميات وأردت اختيار k، إذا اختيار k منهم لتكون وجوه، أو أردت اختيار k منهم بطريقة ما لكنك لا تريد أن تفرق، كل هذه هي عبارة عن طرق معممة لمعامل ذي الحدين. إذا بالعودة إلى السؤال الأصلي، ما هو احتمال الحصول على k من الوجوه في n من الرميات لقطعة النقد المنتظمة؟ حسنا، هناك 2 للقوة n من الاحتمالات المتساوية، دعونا نكتب هذا في الأسفل. لذا فإن الاحتمال هو 2 للقوة n من الاحتمالات المتساوية الإمكانية، وكم العدد من هؤلاء الاحتمالات التي تؤدي إلى بالضبط k وجوه؟ حسنا، لقد حسبنا ذلك خلال هذا الفيديو، هذا هو عدد الاحتمالات. إذا مضروب n تقسيم مضروب k ضرب مضروب n ناقص k. الآن الاحتمال، حسنا الفكرة واضحة لحفظ هذا، عليكم أن تتقنوا هذه الفكرة بشكل جيد لأنها ستقابلكم في العديد من الفيديوهات القادمة وستكونوا بحاجة لتطبيقها بشكل مباشر. حسنا، لقد حصلت على 5 رميات، 3 منهم بحاجة إلى أن تكون وجوه. أول تلك الوجوه يمكن أن يكون في 5 مواقع مختلفة، ثم التالي في 4 مواقع مختلفة، والمقبل بعده كان في 3 مواقع مختلفة. وبعد ذلك بالطبع لا أريد التفريق بين كل من الطرق المختلفة، إذن لا أريد التفريق بين كل من الطرق المختلفة التي تمكنني من إعادة ترتيب 3 أشياء مختلفة. لذلك يجب أن نتأكد من أنه مقسوم على مضروب 3.
أي على 3 ضرب 2 ضرب 1. أريد أن أتأكد من أنني قسمت على كل الطرق المختلفة التي تمكنني من ترتيب 3 أشياء مختلفة. إلى اللقاء.